شيرش عيون فارغة. الله يساعد المرة الحلوة بهالبلد. بليز وين بيصير استوديو وان هون؟ لأن عندي تصوير. مين هلا؟ مش وقتها. برايفت نمبر. مين اسميك هذا؟ ألو، مين معي؟ ومين ضدي؟ ما هيك من الصفية بلاقيهم كلنا ضد بعض. عن جد مين ما معي وقت؟ مين؟ هادي أنت؟ أمي، أختك، بيك، سليلتي، كيفو الشري؟ مبسوطين بكندا؟ ما استشري شو عم تعملي؟ عم تحضري هاي فيا دخيلك شو بشعة هالمهرجانات؟ نونو شري بتعرفين أنا بحكي ضميري يحكي الحق الواحد، كتير بشعة هيفا، يعني ما بيشفع فيها إلا صوتها، لما صوتها حلو ما بتنشاف. غير الموضوع، معصب أصلا ما معي وقت، احذري مين بدي أشوف هلا؟ مين أكتر زلمة سكسي بلبنان؟ غير محمد رعد أكيد. تعيتي؟ جاج إرداحي. ياي وحيت لي بوبا هلا طلع معه من سيربح المليون. جنات شي مثل الحين بتعرفيني من احنا وصغار، نحن يعني من ايام الانزيام تيبو تيبي هالزلمه بيجي. بلشوا شري بلشوا. يلا باي، سي يو دمان، سي يو دمان، باي باي. يسعد مساكم، 100,000 اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج من سيربح المليون. انتبهوا اعزائي، رح نبتدي معكم مباشره بسؤال السرعه كي نتعرف على المشترك الاول. رتبوا بالترتيب الصحيح الارقام التاليه من الاصغر الى الاكبر. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 مرحب بضيفتنا الأولى من لبنان الأخت فادية الشراقة. أهلا وسهلا فيك أخت فادية. مرسي أخ جاج. يعني لك شو مهضوم بالطبيعة، لك هالشعرات، لك هالحواجب، لك هال... لك هالسنان، لك هالكرافات، لك هالجرين. طيب أخت فادية، خبرينا شو بتعملي بالضبط؟ بروح بدفع، شو بيعملوا بالضبط؟ ماكسيموم بخصوا اذا عصبت من البوليس. يا لك بيدعي لك بهز كله سوا. لا ما راح ضاين، لا ما راح ضاين، ما بضاين. يلا عن حظك يا فادي، يلا عن حظك. اخت فادي واخت اللي عملها راح تتجوز التكير الهبلي. انا انغري مع زهر، انا عارفه راح التعب فيك. ما شاء الله عليكي. ثانكس. خبرينا اول مره بتطلع على التلفزيون. تلفزيون اول مره؟ ايه بس طالعة كتير، غسلات، جليات، دراتات، ميكروويف، صوبيا مرة، بس كانت مطفية أكيد. أخت فادية. نعم. أخت فادية، إيدي. أي سوري، فكرت أجري، سوري. حاسك ملبك شوي. شوي؟ كتير ملبك، أنا كنت بحلم إن رح يجي نهار أطلع معك على التخت، على الهوا، على الهوا يا سجون، على الهوا. هوا تلفزيون كاميرا هيك تصوير يعني. ما شاء الله عليك فادية، رؤية بهدلت حالك. ثانكس ثانكس. خبرينا أخت فادية، متزوجة حضرتك؟ صراحة متزوجة، بس ما في شي بيناتنا. فرنس 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 فرنس. ايه ما هي أول سنة جيزة وهوليك بكره فرنس. بس بحبه مثل خيي. اخت فادية، اخت فادية. يا سوري سوري، شو عم بيصير اليوم؟ هاي اجريك، هاي اجرة. طيب بتشتغلي ولا ست بيت؟ صراحة مني ست بيت. ست فيلا. ايه عنا فيلا 3 طوابق وانا 6. ما شاء الله عليكي. بتمنى لك كل التوفيق اخت فادية. راح نبتدي معك مباشرة الحلقة بالسؤال الاول ب100 ريال. اوكي. قد ايه بيعملوا بالدولار؟ زينا الكالكولاتريس يعني. انتبهي اخت فادية. ايه منتبهة. ركزي مظبوط. ايه وين؟ لا سؤال 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 سوري سوري، مش حدا قال لي وين؟ ما 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 على الكمبيوتر قدامي طبعا.
ما اسم الحيوان الذي تستيقظين على صوته صباحا؟ جارنا بيقوم بيحمل سيارة كل يوم الساعة 5 الصبح. ما في شغله 9 لـ5 بينزل بحمية بحط له مي بوعينا كلنا. حيوان كبير بس ما بعرف شو اسمه الصغير. كيف سيستم هون؟ بعطيك اسم الثلاثي او بسوي لك اخراج العيد تبعه؟ كيف سيستم البروجرام؟ يا فادي شو خص هيدا بجار بقول بحمل السيارة على بكره؟ اي سوري سي جورج الديك. ديك صح، مبروك صار معك 100 ريال. انتبهي اخت فادية، يلا شدي حالك اخت فادية. السجاد اطلب منك طلب. نعم اخت فادية. ما بقى تقول لي اخت فادية، هاي اخت فادية. لا لا لا. ليش؟ ما بحس حالي اختك وما بعتقد انت مثل خيي. شو بدها عيط لك؟ عيط لي فادية حاف سيدة صفا سان. مثل ما بدك. ثانكس. فادية. جورج. فادية. جورج. فادية. جورج. هذا الماكسيموم. ما تخاف ماكسيموم هيك 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 هاي. انتبه فادية السؤال 8000 ريال. واخر شي لقلنا. السؤال عن لبنان. اوه حلو. كيف معلوماتك عن لبنان؟ والله ما حدا بيعرف شي. يعني اللي لازم يكون عنده معلومات ما عطينا معلومات، يبقى نعرف. اسم بلدة لبنانية تمثل الوضع الحالي في لبنان. اها مهضوم. شويفات. يه اوعك تبعوا يا عمي. كفرشخنا. مركبتا. كيف؟ ام زبوغة؟ زبوغة. زبوغة. جو كونيس فيلاج. بس هم وين بيطلعوا لزبوغة؟ وين زبوغة؟ وين زبوغة؟ وين زبوغة؟ وين زبوغة؟ عرفتها. ما 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 عرفت وين زبوغة. ما صعب. ما بشو شاكي؟ اخر مرة بالبسين مايو دو بياس. سوري شاكي مي ريبونس نيميرو 1 ريبونس نيميرو 3. تسامني وسيلي؟ مثل ما بدك استاذ. بدك وسيلة بدك بلا وسيلة حسب كيف انت معود. بس انا فضل من خاطر جوجا. بنحذف لك اجابتين. لك بشو بالله. اوكي احذف لنا. بنحذف اجابتين لفادية. راح عندك مركبة زبوغة بقى شويفات وكفر شخ. هين صار. نعم. حسب رأيي. D'après moi, le déluge virgule. Chouette. D'après moi, le déluge point virgule. حسب رأيك. نعم. والله. قوية بالفرنسي. كتر خير الله يا سي جورج. فرنسي انكاباب. بالنهاية دو فير كي سنسويف نسرا كان جامي. ما شاء الله. كبرها لك مثل ما الله بريد وصارت مع سيلفي. قال لي فادي دو دروات باراليل سومي توجور على الانفينيتيف. بس دابري موا لو ديلوج اكسان سيركونفلكس انتبه انتي كونستيتيسيونيلمون شويفيت جواب الصح. صح مبروك صار معك 8000 ريال. يلا شدي حالك فادي عم بتقربي على المليون. شدي حالك. وين وين حاطين المليون؟ فادي 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 هون هون. 16000 ريال. واو. انتبه فادي سؤال منه هين. انت هين حضرتك. كيف معلوماتك بالجاهليه؟ كتر خير الله احسن من قبل. ما عايشين وين احنا؟ عايشين عصر شو؟ عصر السويدية ولا النرويجية ولا من قتل عرفان ابن سفيان؟ ما بعرف بسألك. ما بحط بدمتي. الاحتمال الأول. ايه اوكي. البحتوري. البحتوري شي بخوف. بتعرفي للبحتوري؟ أنا بتعرف إنه بعرفه بونجور بونجور. أكيد بالليل بانسوار بانسوار. أنا بحتري تلميذة بزنسان يا أستاذ. البحتري الحفتري الشفتري أم السنجري؟ لك شو عنده أعداء هول كلهم؟ مين قتلوا هيدا؟ ما بعرف إذا السنجري فيه شي مفتاح إنجليزي على راسه أو سينو سي جامي. سي جورج مش واضح عندي بالكمبيوتر شو من بيت مين المرحوم؟ المرحوم؟ ايه
باقي لك طولة العمر. تسلم داس. المرحوم عرفان بن سفيان. عبد بن سفيان والمن عيونك. لا 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 ما في زعل، بس ما عندي فكرة. الله يرحمه كيف توفى اكسيدان يقبل اكسيدان بسكلات. فركشو مركشو اوكينيتي. ما صعب. ما ما. بتستعملي وسيلة مساعدة؟ بفضل ايه لانه سي ديفيسيل. اي وسيلة بتحبي؟ ما بعرف شو عندكم. نزلتوا الشتاوي؟ لك شو وسيلة يا استاذ بتضل صعب علي. بتستعيني بالجمهور؟ ابدا ما عندي ثقة بالجمهور. ولو؟ لا 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 نحن عم نحكي بليين وليلاتنا عم يضحكوا ما فرقنا معنا. ديزولي ديزولي بدي اسالهم. ولو؟ اليان شاطري ولو؟ وين اليان شاطري؟ اليان معرفتك بلا الكاسك الازرق. ما تداري بلاش صورة. يا شو مهتومة ستفالي بقلي. أنا شايفة ستات بكاسكيت زرية بس هيك لا. يا شو كنا نخاف عليك. يلا زمتنا كتر خير الله. طيب بتستعيني بصديق؟ ليك يا استاذ جورج ليش بعد فيس؟ تلف نخبرها للحي ايه؟ حي؟ نطلب صديقتي. صديقتك حي؟ من لا ساكنة بحي. لا ساكنة بحي. شو اسمها؟ جنات. جنات. ايه. جنات شو؟ جنات سيدة حاف ما في احتمالات. جنات جنات هي بتعرف حالها. طيب رح نطلب جنات. ايه واحد حمص بطريقة كيك عم نطلب. هاتوا على الوين. ياا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 ا
لحظة يا يا لك بدي اسمع فيها لحظة. اسمع بهادي خلي العب بها بليز. الو جنات. الو يسعد مساكي، معاكي جورج الداحي من برنامج من سيربح المليون. اهلا اهلا استاذ جورج. في معنا صديقتك فادية الشراقة وصلت لمرحلة ال 16,000 ريال. والله انتبهي جنات، في معكم 30 ثانية لما بتبدا فادية بالكلام. اوكي يلا فادية فادية تفشني تفشني. هاي خلص يا جنات ثلاث ساعتين هيك جزر صفي. ايه يا بتكون فقعت. ايه جنات انتبه شيري لان انسى معنا ترانسيكا. اسرع اسرع اسرع. انتبه شيري لان ترانسيكا. اوكي اوكي. طيب جنات ركزي يا عم شهاب اسمعيني منين. ايه قد ايه استاذ جورج حلو بالتلفزيون بالحقيقة دغري 10 مرات احلى فواديس. اي فواديس لو ما فيي بدي اخبرها فوا 20 بلس 50 بلس 500 بلس بي 3.14 بي 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 اللي عندنا راح الخط. لا سألتيها كل شيء ما عدا عن الجواب. زي ما عرفوا بدي افقع لهم قلبهم. انت عارف شو مغرومين فيك نسوان البنية يا استاذ جورج؟ انت عارف شو عامل بتطقطق ياي ما تطلع فيك تعمل لي ميجران. لك ما بيصير يا فادي، هذا قانون البرنامج ما بنقدر نغير القانون. سافا شوشو بلد بما ابوها بغيروا لقوانينا ما بدها هالقد. سكرت علي تبدلي السؤال بدلي السؤال بس بليز ما تعصب. خلص مش معصب بلا زعلان مش طايقني. خلص وحياتي مش معصب. خلص ولو مش معصب انا بريد زعلك لك قلبي كيف عم بدق. شوف دقات قلبي استشاش تشوف انا بريد زعلك. ياه ياه وينو قلبي؟ لا وينو قلبي؟ لا فيها ما بتشتغلي وينو قلبي؟ ياه ايه انا بعدهم هون لهون. اسمع انت طق طق طق. لا انا قلت لهون ولا هون معقول يكون عصب قلبي؟ لا 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 يا ايمن لا تروح. ايه بس ايه بس ما مشي الحال. لا هلا هلا نورمال تتا تتا تتا. لا خي دخيلكم شو خفة ياي مين شيلة. انتبه فادية بدلنا لك السؤال سؤال ايضا عن لبنان. كمان اين عقد مؤخرا مؤتمر الحوار في فرنسا؟ ايه الاحتمال الاول سان كلو، لا كونفو، شان لو، ام كلير بلو. كلير بلو حبيت. لا حبيت. تعرف شو استاذ جورج لو راح اخسر المليون راح اختار كلير بلو لان بعتقد انه حبلنا من الوضع بالبلد. يا لا خف العم جورج جورج ما تتركني جورج.